أكد سامح شكري وزير الخارجية رئيس مؤتمر كوب 27 أكد نجاح المؤتمر في إدراج بند معالجة خسائر وأضرار تغير المناخ، وذلك ضمن أجندة عمل مؤتمرات المناخ في سابقة هي الأولى من نوعها. جاء ذلك في كلمة شكري خلال مشاركته في فعاليات قمة أسبوع أبو ظبي للاستدامة. كوب 27 كان أول كوب يضع التمويل، وكذلك الاستجابة للأضرار والخسائر بعدما قامت الدول بتبني ترتيبات جديدة لتمويل الخسائر والأضرار من خلال وجود صندوق للتعامل مع هذا الغرض في شرم الشيخ. المجتمع الدولي كذلك قد انعقد لكي يلتزم بالتعامل مع طموحات ملايين الضحايا في باكستان وأفريقيا والجزر الصغيرة وكثير من الدول في العالم التي تواجه تغير المناخ، وهناك إصرار للتعامل مع المتطلبات الضرورية. السيدات والسادة، في شرم الشيخ توصلنا إلى مجموعة من النتائج التي أكدت على الحاجة إلى إجراءات للتخفيف من تغير المناخ بشكل قوي، والتي يمكن أن تحافظ على هدف بأن نحافظ على 1.5 درجة مئوية للعالم وفقا لاتفاق باريس.